بتنجان رومي صغير على قد ما نقدر ننقيه صغير، ما بقاش كبير قوي، وهنقوره وهنشويه. ممكن يبقى ني، ما فيش مشكله خالص. انا قررت ان انا اشويه علشان الوقت عندي ممكن ما يسعفنيش ان البطاطس تدخل نيه الفرن والبتنجان يدخل ني، فشويتهم، وفي نفس الوقت حسيت انه ممكن الطعم يكون لطيف جدا. برضو عندي البطاطس كمان متقشرة واديتها كده قلية، ممكن برضو تدخلوها الفرن او تستخدموها نية عادي جدا ومتقور. الحشو هيكون عبارة عن نص كيلو من اللحمة المفرومة، كوباية واحدة من الرز المصري، عايزة ربع كوباية بقدونس مفروم وبصلة مفرومة، فصين ثوم مفرومين، 7 بهارات وملح وفلفل اسود وطماطم مبشورة. الصوص هيكون عبارة عن بصلة مفرومة، 2 فص ثوم مفرومين، 2 كوب عصير طماطم، معلقة كبيرة من الصلصة، سمنة وزيت، معلقة سكر، 7 بهارات، ملح وفلفل اسود ومرقة. يلا بينا. اول حاجة هنبتدي بيها ايه؟ هنحط الصوص على النار علشان هو اللي هبقى محتاجة انه يعني يتسبك شوية او يغلي شوية، وده هنحط له سمنة وبصل بالشكل ده. الصوص ده طعمه تحفة، والبتنجان والبطاطس وهم مستويين فيها تبقى خطيرة. تقدروا كمان تضيفوا للخضار بقى، لو انتوا عايزين الخضار نفسه يبقى فيه كمان تغيير، ممكن نحط فلفل رومي، ممكن الحشو كمان نحشي الفلفل، نحشي بتنجان، نحشي كوسة، اي خضار متعودين ان انتوا تحشوه مع البطاطس هيدي طعم تحفة. في ناس كمان بتحب انها تحشي الطماطم، ممكن تبقى لطيفة، بس اذا هنحشي الطماطم تكون الطماطم ناشفة شوية، ما تبقاش مستوية قوي. حطيت السمنة على النار وهحط البصلة. تسبيكة إلى حد ما عادية، بس ضروري يبقى فيها بصل وثوم مع بعض. عندي مرقة كمان هحطها، لو بتحبي تحطي المرقة حطيها، ما بتحبيش ممكن تشيلي المرقة من المقادير بتاعتنا عادي جدا. لو انت عندك مرقه فراخ او لحمه من قبل كده تحبي تحطيها بدل الميه، اوكي. البصله بس تدبل كده، وهنزل بالثوم وبعدين المرقه وبعدين عصير الطماطم اخر حاجه. ادي البصل والثوم، البصلايه دبلت مع السمنه وبقى لونها اصفر فاتح. هنزل بالمرقه افكها كده واديها تحميصه. الى حد ما الطبق ده شرقي، فما تحطيش بقى جبن، ما تحطيش اي حاجه من فوق، ملهاش علاقه، هو طبق تحسوه التسبيكه شرقيه، حشوه الرز واللحمه شرقيه جدا. تقدري تستخدمي بدل اللحمه النيه اللي انا مستخدماها دي، ممكن تستخدمي لحمه متعصجه من قبل كده، مفيش مشكله، بس انا عشان هعمل الحشوه ني في ني، فعشان كده مش محتاجه ان انا احط اللحمه تكون مستويه من قبل كده، انا عايزاها نيه، عايزاها تستوي مع درجات الحراره دي، والبتنجانه والرز يتشربوا الدهون اللي موجوده في اللحمه المفرومه. هنزل بالصلصه وشويه من عصير الطماطم. حط السكر، بهارات، ملح وفلفل، نقلب كده ونسخن الطماطم ونسخن الصلصة ونحط المية.
كده الصوص شبه جاهز. وبعدين نبتدي نجهز في الحشوة بتاعتنا. الحشوة بقى ممكن تبقى ثانية واحدة، ممكن يبقى فيها الكوسة لو انت حاطة كوسة تقوير الكوسة، ممكن يبقى فيها تقوير البطاطس زي ما انا حطاها دلوقتي من الحاجات اللطيفة، ممكن تقوير البتنجان، بس اذا البتنجان عشان البتنجان الرومي بيبقى مبذر فالبذر بيبقى دمه تقيل، اذا البتنجانة ما فيهاش بذر فتمام. نجيب حاجة نعمل فيها الحشوة. بص بقى، رز، بصلة، عايزة تقلي البصلاية كده على النار تمام، أنا شايفة إن كله نايف نايف هيبقى لطيف قوي. البطاطس التقوير بتاعها، اللحمة، بشر طماطم، الثوم، وبقدونس، البهارات، والملح والفلفل. ادي الفلفل. كله كده مع بعضه. الرز هيزيد ومش عايزه الرز كتير قوي. طعم الحشوة دي خطير. بتنجان كده، الحشوة بتاعتنا الحلوة. البتنجان يا دوب انا دخلته بس ايه يعني ما هرتوش قوي، لسه في قلب يشيل الحشو، ما نخليهوش على اللحم على على الجلد كده وتبقى مجلدة، لا انا عايزة اكل احس ان انا باكل حتة بتنجان باين طعمه، لكن لما بيبقى مجلد قوي ما بيبقاش حلو. وهنحشي عادي عشان احنا اللحمة عندنا هي اكتر من الرز، فمش هنخاف. الرز اه هيستوي، هنسيب له مساحه وكل حاجه بس تمام، في مساحه. البطاطسايه بقى مع حبه الرز مع البهارات مع حشوه، تحسوها كفته كده جميله. تاخد بقى الطعم من جوه من الحشوه ومن بره في الصوص من الصوص. بحب البتنجان عشان بنقدر نطلع منه أطباق كتيرة جدا، وعلى قد ما هو أكيد طعمه واحد وما بيتغيرش، بس كل مرة بنضيف له إضافة بيكون طعمه مختلف تماما عن اللي قبله. نعرف نخليه شرقي وينفع نخليه إيطالي أوروبي، وينفع نخليه يعني بيتحول معانا على حسب البلد اللي احنا عايزين ناكل منها طبق البتنجان. كده وهكذا في البطاطس، حشوة الفلفل بيها تبقى تحفة، والكوسة كمان هتبقى خطيرة، والصوص كمان سخن. يلا بينا علشان هننزل الصوص دلوقتي على المحشي عشان يستوي. يلا في الجناب كده، نغطي مثلا الربع النص، زودت فلفل كمان عشان يدي ريحة للطاجن كله، حتى لو الفلفلية نفسها يعني ممكن الناس ما تحبش الفلفل نفسه بس هو بيبقى خطير بصراحة، لكن الريحة في الطاجن هتبقى تحفة. هغطي، وخصوصا لو انتوا هتحطوا الخضار ني مش مستوي او مش نص سوى زي ما انا عامله او مش مشوي او كده، هيبقى ضروري جدا ان انتوا تغطوا الطاجن بتاعكم قبل ما يدخل الفرن. انا طبعا برضو علشان حاسه انه انا عايزه اسرع في الوقت فلازم اغطيه يتبخر ويغلي ويدخل في السوى وبعدين افتحه ياخد وش
من فوق لو انا حابه. يلا بينا. حطيت الشبكه اقرب للصاج تحت، اقرب للنار، مش في النص، اقرب للنار عشان يبتدي ايه يغلي ويتحرك بسرعه. بالنسبه لي انا شايفه انه الطاجن المفروض انه يقعد شويه اكتر من كده، بس طبعا بما اني ما عنديش وقت انا شلت الغطا وكنت عايزه انه اسيب المحشي ياخد وقته اكتر من كده، ولكن هو محتاج سنه كمان بس ما عنديش وقت.